نشر المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية مؤخرا تقريره الاستراتيجي 2019-2020 الذي يتطرق لرهانات المنهجية العالمية وأخذها بعين الاعتبار في طرح تفكير حول النموذج التنموي الجديد للمغرب. وذكر مركز التفكير في بلاغ أنه في نطاق الاهتمام الذي يوليه المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية لقضايا التنافسية الشاملة ورأس المال اللامادي، يشكل التقرير الاستراتيجي نحو نموذج تنموي جديد مساهمة للمعهد في التفكير حول هذا الموضوع، وذلك وفقا للتوجيهات السامية التي تضمنها الخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس إلى البرلمان بالتاريخ 13 أكتوبر 2017، والذي دعا فيه إلى تجديد النموذج التنموي. للحديث هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الدكتور محمد العمراني بخبزة في فقرة ضيف النشر. أهلا بكم دكتور معنا. أهلا بكم للجوهرة. دكتور، رغم الظرفية الصعبة جدا، عمل اللجنة لم يتوقف، كيف رتبتم أموركم بيتكم الداخلي في هذه الوضعية الاستثنائية لنقل؟ بالنسبة لعمل اللجنة، ربما أن كان هناك برنامج معد سلفا منذ تشكيل اللجنة ومنذ أول اجتماع تم الاتفاق على منهجية العمل، فبالتالي كان هناك برنامج يحترم بشكل تام. لماذا؟ لأن كان هناك سقف زمني حدد من قبل جلالة الملك لإعداد التقرير النهائي حول النموذج التنموي، ولكن كما يعلم الجميع أن الكورونا ربما أنها أثرت على هذا البرنامج، خاصة في شق مهم بالنسبة لعمل اللجنة، وهو الجانب التشاركي أو المنهجية التشاركية التي حددتها اللجنة منذ البداية من خلال الالتقاء بالمواطنين في عين المكان والتنقل إلى مختلف مناطق وجهات المملكة للتواصل مع المواطنين والاستماع إلى انتظارات المواطنين. كذلك أنها لم تسمح بإجراء اللقاءات الحضورية بالنسبة لكل أعضاء اللجنة، وإن كان عوض ذلك أن كان هناك عمل مكثف على مستوى الاشتغال عن بعد، بحيث أنه تضاعف عمل أعضاء اللجنة في هذه المرحلة من خلال تكثيف اللقاءات والتفكير الجماعي في مختلف المحاور التي ربما كانت مهمة، وحاول أعضاء اللجنة استغلالها واستثمارها لصالح اللجنة، ولكن في المقابل كان هناك تعطيل لمنهجية أعدت سلفا من أجل الخروج بنموذج ربما قد نقول أنه مقبول ويتم تبنيه مختلف من قبل مختلف القوى والمواطنين المغاربة. طيب، هذه التحديات الجديدة التي تفرضها الظرفية ليس على اللجنة فقط وإلا إنما على الجميع، ما هي أبرزها بالنسبة إليكم؟ بالنسبة كما هو معلوم أن اللجنة سبب وجودها وتشكيلها كان هو من أجل البحث عن إجابات عملية وفعالة لمجموعة من الاختلالات التي ربما أن المعلوم أن المواطن المغربي كان يحس بها، وكذلك حتى جلالة الملك أنه كما هو معلوم أنه أكد عليها في أكثر من خطاب، وخاصة على مستوى غياب توازن والعدالة المجالية والعدالة الاجتماعية، وعلى مستوى كذلك التوزيع العادل للثروة. إذن فمن ثم كان من لازم العمل على التركيز على محاور أساسية اعتبرتها اللجنة في إطار تواصلها وفي إطار العمل الذي قامت به مع مختلف القوى الحية داخل المجتمع المغربي، أنها من أجدى أن تشتغل عليها. إذن ولكن ربما قد أقول أن الجائحة زادت من نسبة الاهتمام بعدد من المحاور التي كانت تشكل أساس عمل اللجنة، وكذلك شكلت محاور أساسية بالنسبة للمذكرات التي تم تقديمها للجنة من قبل
مختلف القوى الحية داخل المجتمع المغربي كالأحزاب السياسية والهيئات النقابية ومجموعة من فعاليات المجتمع المدني. كذلك تم استخلاصها من اللقاءات التي تمت من خلال الاستماع إلى المواطنين في مختلف جهات المملكة. بل أكثر من ذلك، ربما كانت هناك مبادرة جد متميزة، وهو نحن نعلم أن المجتمع المغربي هو مجتمع في تشكيلته الديمغرافية يتشكل من الشباب، وبالأخص الشباب الذي يوجد في فضاءات أو في مجال التعليم. فتم الانفتاح على هذه الفئة من خلال مبادرة كانت جد مهمة، ومباراة شارك فيها الآلاف من تلاميذ الجدع المشترك من خلال تقديمهم لتصوراتهم لمغرب المستقبل. وهذه المبادرة استطعنا كذلك أن نقف عند انتظارات هذه الفئة وهذه الشريحة الاجتماعية من المجتمع المغربي، بحيث أننا بالتالي نستطيع الآن أن نقف عند انتظارات كل الفئات داخل المجتمع، مع العلم أن لدينا الآن في ونحن في طور إنجاز ربما نفس العملية مع طلبة الجامعة على مستوى الماستر والدكتوراه، بحيث أننا الآن نحن بصدد كذلك انتقاء ما هي المبادرات التي تم القيام بها في هذه الفترة كذلك. طيب دكتور، تعلم أن في مواضع هذه نتحدث كثيرا على المصطلح البروغ الذي يعني القفز على المراحل، لأننا ربما نحتاج إلى تجاوز المراحل الكلاسيكية والقفز إلى مسارات تقدمية نربح فيها الوقت، هل تفكرون في هذا مثلا؟ بطبيعة الحال، لأن ربما المسألة التي يلاحظها الجميع هو مسألة الانتظارية. المجتمع المغربي بمختلف مكوناته انتظر طويلا بعض المشاريع، بعض الاستراتيجيات، بعض المخططات لكي تحدث نقلة نوعية في المجتمع المغربي. فعلا أننا كانت هناك مناسبات تاريخية كان بالإمكان أن نحقق فيها الكثير من الأمور، ولكن للأسف الشديد لم نحقق ما كنا نطمح إليه. الآن هناك انتظار مخرجات هذا التقرير الذي تعده اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي لتحقيق لا أقول فقط القطيعة، بل للبحث عن إقلاع حقيقي في مختلف المجالات، لأننا الآن لسنا أمام مجال واحد نشتغل عليه، بل نحن أمام مجالات متعددة ومتنوعة من سياسة، اقتصاد، ثقافة، رياضة، صحة، تعليم إلى غير ذلك. كل المجالات هناك انتظار المغاربة لكي تحدث فيها نقلة نوعية أو لربما قد تكون قطيعة. نحن الآن في هذه الفترة أمام رغبة في صياغة ميثاق مجتمعي جديد يجد كل مواطن المغربي نفسه داخل هذا الميثاق، ويكون كذلك أساسا لمغرب مختلف عن الوضع الذي عشناه لحد الآن. طيب دكتور، استفدتم من مهلة إضافية، كيف ستستغلون هذه الفرصة كذلك؟ هذه المهلة الإضافية هي جاءت كما يظهر من خلال مبررات هذه المهلة، هو لثلاث جوانب أساسية. الجانب الأول وهو أن نأخذ بعين الاعتبار تأثيرات كوفيد 19 على المغرب. ولماذا؟ لأن لا أحد ينكر أن كوفيد 19 كانت لها تأثيرات على مختلف المستويات. صحيح. السبب الثاني أدركنا الوقت دكتور. السبب الثاني هو أن نواصل الاستماع إلى المواطنين المغاربة في مختلف مناطق المملكة. لماذا؟ لأن نحن نرغب في أن يكون هناك تقرير يتملك جميع المغاربة. نحن لسنا مكتب دراسات يقوم بصياغة تقرير أو برنامج عمل فوقي، بل نحن نبحث عن نموذج تنموي للمغاربة ومن أجل المغاربة. المسألة الثالثة والمبرر الثالث وهو تعميق النقاش حول القضايا والمحاور التي سبق لنا أن تطرقنا إليها، خاصة كما هو معلوم أن هذه المحاور تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى توافقات من أجل صياغة نهائية لها. الدكتور محمد العمراني بوخبزة، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات.